أكثر من 1500 سكن ضمن برنامج عدل استفادت منه ولاية الجلفة عقب الوقف الاحتجاجي التي نظمها مكتتبي عدل أمام مقر الولاية. السكنات اللي كان يخصنا 1550 دوك الولاية استفادت يعني بالعدد اللي كان يخص 1550. الأرضية يعني موجودة وسننطلق يعني في الإجراءات باش لمنح الصفقة. بعد انتظار طويل قرر مسؤولي ولاية الجلفة توزيع أكثر من 2000 سكن اجتماعي الشهر المقبل. بحول الله وقوته نعلن عن القوائم سواء تعلق بالنسبه للسكن الاجتماعي ولا الشيء اللي يتعلق يعني بال يعني بالسكن الرشبي يعني ولكن العدد ماهوش محدد لان احنا ماذا بينا نقسموا اكبر عدد ممكن. السكن الفوضوي شهد ارتفاعا كبيرا في الاونه الاخيره حيث تقرر تهديمه في الايام المقبله. يعني ننطلقوا فيما يخص سواء بالنسبه للسكن الاجتماعي ولا بالسكن الهش. دونك يعني ان شاء الله الليجان راهم يخدموا راهم على قدم وساق وفي نفس الوقت في الميدان رانا نتموا ما تبقى من الربط بشبكه الصرف الصحي وشبكه يعني المياه وقضيه الغاز. مشاكل كبيره ستواجه السلطات المحليه أثناء توزيع السكن الاجتماعي وتهديم السكنات الفوضوية بالجلفة نظرا لتزايد السكنات الفوضوية وارتفاع الطلب عن السكن الاجتماعي الذي فاق 30 ألف طلب.